السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرئيس عبد المجيد تبون غادر القاهرة بعد زيارة عمل إلى مصر، حيث تضمنت هذه الزيارة عدة لقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وكان الرئيس عبد المجيد تبون أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول قضايا الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لدعم الاستقرار في المنطقة. بعد انتهاء الزيارة لمصر، توجه الرئيس عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان في إطار جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية وتبادل وجهات النظر حول التحديثات الراهنة. من المتوقع أن تتضمن الزيارة هذه مناقشات حول التعاون في مجالات متعددة، من بينها الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما يتماشى في خطة التنمية المستدامة لكل البلدين. حل ظهر هذا اليوم الاثنين الرئيس عبد المجيد تبون بالعاصمة العمانية مسقط في زيارة دولية تندرج ضمن تعزيز أواصر التعاون والتشاور أيضا بين البلدين، حيث كان في استقبال السلطان هيثم بن طارق، حيث حسب بيان للرئيس الجزائري في زيارته إلى سلطنة عمان ضمن جولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة، والتي شملت أيضا زيارة مصر. هدفت هذه الزيارة إلى تقوية أواصر التعاون بين الجزائر وعمان، وخاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتأتي هذه التعاون لتعزيز التشاور حول القضايا المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تفعيل العلاقات الإقليمية والاستثمارية التي تسعى الجزائر إلى توسيعها مع دول الخليج. والبراتيش راهم كشايف، البراتيش راهم يسناو عمهم ماكرون راح يجي كشايف. يا البراتيش انتوما قاعد تعلقوا وتقولوا باللي الرئيس تبون الرجال تخدم في صمتك شايف، وراح ذلهم في بلادهم وروحك شايف. برتوشي لوحة في راسك مليحك شايف. تبون صعيب مرحي، تعرفش متى مرحي تبون مرحي صعيب ياسر ياسر. كيما راكم تشوفوا المغاربة راه مجدوا الإعلام تاع فرنسا والمروك شايف، دايرين ضجة في الرباط شايف، راه يستقبلوا ماكرون على جالة واش على جالة الصحراء الغربية. زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب تأتي إلى ظل محاولات لإعادة الدفء للعلاقات الفرنسية المغربية بعد فترة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين. يأتي هذا التقارب بعدما أعلنت فرنسا دعمها للسيادة المغربية التزطزية على الصحراء الغربية، وهو موضوع ذو حساس كبير للمغرب ويمثل إحدى أولوياته الدبلوماسية. هذا الموقف الفرنسي ينضم إليه على أنه خطوة إيجابية تجاه المصالح المغربية، وقد ساهم في غلق بيئة مناسبة لهذا الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي أيضا بين البلدين. على بالكم خوتي باللي المغرب اللي جي يلعب بها اللي جي يلعب بها النت نتاع ياهو هذاك ما استعرفش بها الصحراء الغربية كيف، وفرنسا الرئيس غدوة ولا غير غدوة يجي ما يزيدش يستعرف فيها خلاص. تبعوا نشوفوا المعارضين هذو شبه معارضين سياسيين زعما معارضين في فرنسا، تبعوا واش يقولوا. تبع قولوا لي درك اخوتي هذا شعب هذا مالك هنا واحد موت يا العدو ومالك هنا واحد درك هذا شعب خوتي هيا بيناتنا برك هذا شعب هذا تكومباريه مع الشعب الجزائري ولا الملك محمد السادس تكومباريه هو مع الرئيس عبد المجيد تبون وش راح يجيك من بلاد البغرير بالميزان. كيما نقولكم الرئيس عبد المجيد تبون مرعي مركبين انتم مع الرئيس عبد المجيد تبون، واني دور رئيس عبد المجيد تبون تبعوه، واني دور في زيارة تبعوه. 34 مليون ناس ما تفرجت في الخطاب نتاعو مع السيسي. براتيش واش راه دير. المهم خوتي ربي يحفظكم، ما تنساش دير شي كومونتير خلي اشتراك باش يلحق الجديد. تلاقاو فيديو جاي. سلام.